هند، مش انتي المرة اللي فاتت جيتي وطلبتي مني ان انا ما احكيش اي حاجة؟ ده حقيقي. طب امال ايه بقى؟ ده كمان هو مش جاي لوحده، انت جاي معاه. ياسمين هند هي اللي طلبت انها تيجي معايا وانا عايزها تسمع. ده الا اذا انت ما بقيتيش عايز تحكي يا ياسمين. لا، ما اعتقدش ان ياسمين مش عايز تحكي. احكي ياسمين. احكي قدامها عادي، مش هتزعلي؟ احكي قدامها وقولي كل حاجة. هو انتي اصلا عرفتي يوسف ازاي يا ياسمين؟ انا ويوسف كنا جيران، كنا ساكنين مع بعض في نفس الشارع. قصة حب كل احداثها ونظراتها كانت بتحصل من 7 الصبح لسبعة وربع الصبح، لما كل واحد فينا كان بينزل يقف قدام بيته يستنى باص المدرسة. حب طفولة يعني؟ بالنسبة له هو كان حب طفولة، بس بالنسبة لي أنا كان حب طفولة والمراهقة والنضج والحكاية اللي أنا مش عايزاها تنتهي ولا نفعت أكمل. والله ما اتمرن معاكوا تاني يا عم. دي كانت تمرينة؟ والله العظيم عيل مفترية. انت اللي عيل فرفور. فرقانة فرفورة. بقول لك ايه؟ أنا قررت أتجوز. يوسف يا حبيبي، إحنا مش في إبريلا. يا عم أنا مش بهزر، أنا بتكلم بجد. ومش هعمل خطوبة وشبكة كمان، هتجوز على طول. تتجوز مين؟ فريدة؟ لا، فريدة مين؟ أمال مين تعيست الحظ؟ قصدك سعدت الحظ يا تعيس؟ يا جو إنجز، هتتجوز مين؟ ياسمين. ياسمين مين؟ ياسمين زهدي؟ ياسمين زهدي. مالها ياسمين زهدي؟ تالت، رابع، قصدي خامس. هي ما حرمتش من اللي انت بتعمله فيها يا عم. وانا عملت لها ايه؟ ايه يوسف؟ انت عامل ياسمين زهدي كانها مرحله انتقاليه في حياتك، ووظفتها انها تسلمك من علاقه للتانيه. انت ما كملتش معاها اسبوعين على بعض يوسف، من ساعه ما عرفتوا بعض من ابتدائي. ما هو عشان كل اللي انت قلته بقى، ما ينفعش اتجوز حد غير ياسمين، لان هي الوحيده اللي هتستحمل. ده على طريقه خد اللي تحبك. يا جماعه والله ساعات بحس اني بحبها. ساعات اوكي يوسف، انت عمرك ما حبيت ياسمين زهدي، وبدليل يا يوسف ان اي واحده انت بتعرفها بتكسب ياسمين زهدي بالضربه القاضي. يعني انت رايك لا؟ لا طبعا يا يوسف. وانت رايك ايه؟ اكيد لا. يبقى على خيره الله برضو؟ مفيش فايده. وحشتيني. والله وحشتك. ايه؟ مش مصدقه ولا ايه؟ ومرنا فين؟ لا منه خلاص سبتها. طبعا لسه سايبها. انت عرفت منين؟ لا يا يوسف، ما هي معروفه خلاص. انت اول ما بتفركش مع اي واحده بتيجي بقى للريباوند بتاعت مرحله النقاهه. لا خلاص، ما بقاش في مرحله نقاهه. امال في ايه؟ في ان انا هتجوزك.